الصلاة لا يوجد في الصلاة تلفظ بالنية، لا يوجد، لا يوجد في الصلاة تلفظ بالنية، يعني لا يمكن يأتي للصلاة قبل أن يصلي يقول اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم، اليوم العاشر من شهر يناير 2020 يوم الجمعة مصليا في مسجد مسجد فلسطين الساعة 1 بتوقيت مدغشقر مصليا ركعتين 4 ركعات، لا يوجد هذا في الشريعة. نعم. أدوني أمدين لي تنوي تنوي أنقون فمدين لي كيستيون زنة وي تسميسي أنا كون في نون الإسلام زنة مرسة كالسوالة وي نفتنين نفتنون أنا نفتنين أنا ني في كسانا أنفانا تنترا أنا ني سوالة أنا كري وتوية كنتنين تنين تكتار وي نسنون لساتنا ريفايبا بكايزيا تنين نمبا nifikasani azade mana nifikasana ibabaka zoa amni terana zoa amni lera zoa zapato otrotanzantini amni finun islam di tsitanzan. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح للمسيء في صلاة قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء وكبر، لم يقل له قل اللهم إن نويت أن أصلي في هذا اليوم. نعم. وي أنيسني نبار نبار قبلنا محمد صلى الله عليه وسلم ونزيا لأنه سنا نوع تنتير سنا تنتير كرجال لسؤالان تني ونزيا منوي من تنتير كثر لفودوني في دوب نماس نسان ديا أبي كانيا نسؤالان تنتير كثر وي ميلا منو ميتين في كسان كونسان تدخل إلى المسجد ميتنا في المسجد نور الكبير الوضوء تتقدم للصف الأول. منطنا لي لحرنا قلول زيتنا فوق. قبل أن تجلس تصلي ركعتين لابد تحية المسجد. رأيك مسجد نور قلول جدا زرد سمين تلتوى رحبك ولا تستوبني للصلاة نوي مصفح ترانو منوكنا دي تلتوى تلتوى ني صلاة ركعتين ركعتين أخوة زروي في ربانا صلاة في ربانا. دخلت إلى المسجد والصلاة قد أقيمت والإمام في الصلاة تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل مع الإمام في أي هيئة يكون عليها الإمام. فرحتوا رحتوا ك إذا الصلاة ني جماعة زب ني كنوع عفتشان نوع منو الله أكبر قلوبنا دمنا ركع زي كنوع إذا بوزيشن إذا بوستير أتاكنو ناتوني أركان في تاريخ الإمام إذا نوطو. إذا أدركت مع الإمام القيام أو الركوع فقد أدركت الركعة. راح توكا تاكنو إمامو في سنغان. ها؟ تاكنو إمامو أمني في ودين ميول كانو. تاكنو إزي ميانكوكا دي ميانكوكا نو. فتسراوي إمام فميانكو ميول كريا دي نو وي إمام فميانكو كريا نو وي يول كريا. إذا سلم الإمام تقوم وتقضي ما فاته. دي ريفا فيتا زين تاكني في تاريخ الإمامة دي متسانكنا مزيلا نوا ما منو ني راتي زين راتي بنوا إزاي تشتاك نوزا. الإمام يصلي في الجمعة. إمامه رمنا فاتيركا نصلاة أمنا الجمعة. أدركت مع الإمام ركعتين أو ركعة واحدة فقد أدركت الجمعة، يعني لو أدرك ركعة يقضي بعد السلام الإمام ركعة واحدة فقط وتكون الصلاة ركعتين. نعم. ورحم أمنا السماء تهي رأتوك ني ركعتين نتخنو صلاة الملوكة تخنو ركعتين ركعة مكروه نوي ريكا فوت نتخنو بمتاك لنوا ممين رسيس أزنو تخنو ذني السماء. أدرك الإمام مثلا في سجود في آخر سجود في صلاة الجمعة هذا لابد أن يصلي 4 ركعات لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة. نعم. فإذا قصت سنحتاك إذا أخذتني سجود في قروفنا نوي في تجاه الإمام فارغ زيان متفق ديا رفمان السلام إمامه دي تسميتي متانغنا لولا ما نتطيرك إيه فتركان. You need